قدام بقولكم برضو الشباب. طلعنا من دار الوقاية بس وقاية من صواريخ اليهود وإن شاء الله ربنا بنصرنا عليهم عذبونا كثير وإن شاء الله الدار عليهم إن شاء الله دائرة السوء عليهم إن شاء الله بإذن الله اليوم إن شاء الله النصر للمسلمين إن شاء الله النصر لفلسطين إن شاء الله بترجع القدس إن شاء الله بإذن الله النصر بين عينينا بإذن الله ومهما عملوا فينا بإذن الله إن شاء الله منصورين ومش هيقدروا علينا. طب أنت شردت من دارك يا حج يعني خايفة من القصف خايفة من إيش؟ لا والله ما نخاف والله ما نخاف والله ما نخاف الموت واحد وكلنا ميتين ولكن النصر لنا بإذن الله الحمد لله. خايف وخايفين لأنه الحين يسعى اليهود مرات كن يبغونها بكرة أبينا يمكن خايفين إحنا طلعنا خايفين والله ماني قادر أمشي والله ماني قادر أمشي والله أطلع لكن خايفين والله وربنا يحميهم ويحمينا يا رب.